أنا صار معي حادث موتور ورحت على المشفى، صورت فقال لي الطبيب تحتاج إلى معي تمزق أربطة وتحتاج إلى علاج فيزيائي، فسألت فدلوني على مجمع أورينت الطبي. في المجمع أورينت الطبي العلاج مجاني وأجهزة متطورة وأجهزة حديثة، فصار عملت 10 جلسات والحمد لله تحسنت أفضل من سابقا كثير، والحمد لله راح استمر بالعلاج الفيزيائي. جينا على مجمع الطبي أورينت وابني عم بيعاني بحرقان في البول على عيادة الأطفال، والدكتور فحصه بشكل دقيق قال بده للتحاليل للمخبر، وجينا على المخبر وعنده الحمد لله يعني كافة التحاليل ومجانية، والكويس انه المخبر ما هو بعيد بنفس المجمع، فأعطونا ورقة التحاليل ورجعنا على الدكتور وعطانا الدواء وحتى الدواء مجاني. نحن مؤسسة أورينت الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان قمنا بتأمين دفعة من الأجهزة الطبية، منها الأجهزة المخبرية وإيكوات بطن للعيادة النسائية، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات خاصة للعلاج الفيزيائي وعدد من الأجهزة المتنوعة الخاصة بالمشافي. طبعا هذه الأجهزة سوف نستخدمها بالمجمع الطبي للأورينت، وعدد منها سوف يتم توزيعه على المشافي في الشمال السوري حسب الحاجة. هذه خطوة جيدة نظرا للنقص الحاد بالدعم الطبي في الشمال السوري.